وسهلة، ومثلكم الوراء بإيدي ونلتقى فيهم، يعني هم من قلبنا كلنا عم نقراهم مش بس من الكتاب. صلوا صوموا ليكون لكم الفهم. قد ما فينا بدنا نفهم، understand. كلمة understand بالإنجليزي مش إنه بس فهم. هون وقت عمر الجسر قالوا له understand، وقف تحته. إذا كنت صادق من مر كل هالتراكتورات هيك وما وقع الجسر بتكون صادق. نحن أخذناها understand، إنك تفهم. فإذا كل واحد منا بدك أنت تعمل عمل تكون صادق فيه، ما تغش حدا وإلا بيرجع لك، بيستاهل وما بيستاهل ويصطفله. أنت صلوا صوموا ليكن لكم الفهم، فعندما يدخل الفهم المقدس قلوبكم لا يبقى في فضاء الله أي ألم، بل تهتز بكم الأكوان طربا كما قلتم كلمة أنا. لا تخافوا بقى من هالكلمة، إذا بتقولها من قلبها تعرفها. هل أنا يعني الكونية كلها، أنا ونحن. عندما نحيا سر التوحيد نحيا الحياة ونقهر الموت. نعم، وتمنحنا الحياة مفتاح قلبها الفسيح، مفتاح الرحمة. رحمتك وسعت كل شيء، وما أرسلناك أي كلنا رسل للرحمة. كل واحد حيمل رسالة يأخذها. من بعد 1600 سنة صار كل واحد بالسعودية بعيد لك يا محمد بدك ترد، بلبنان يا حج ويا حجة نرد. هلأ الفاتيكان بلش يحكي، بس هيدا لا يتعدى اللسان والأذان، بدي فعل. مش بدنا نعمل بكرة. وقت إجا لعند بي وقال له يا والدي يعني وعدت إنك بدك تعطي الأرض لله وللرسول، يعني مش بكرة تقوم وهلأ اطلع على المنبر. قال له شكرا، وقام بيه من النوم وطلع وقال قدمت الأرض لأهل البيت. كان الخليفة مثله مثل غيره، يعني كل واحد منا هيك مثل سنين المشط. كل ما في الكون يفيض حكمة للحكيم، أما الجاهل فيجعل الحكمة شو بيعملها؟ بتصير تحولها جهل. بس هالحكمة هالشتا عم بشتي علي وعليك، والشمس والقمر النجوم، انت شو بتقول وانا شو بقول. بتمرق الغيوم وبتشوف النجوم، واذا ما في غيوم ما في هموم ما منشوف النجوم. اذا ما عتمت ما ببين طلع البدر علينا. الحقيقه بسيطه وخفيفه، ولكن سمعي معقد ومقيد وسخيف وضعيف. الويل لمن يسمعون فلا يسمعون، والويل لمن يبصرون فلا يبصرون، فاغشيناهم فهم لا يبصرون. انتبهوا بسببنا. كل اللي عم بتشوفوه عم بيصير بالخاص بالأمة العربية في المسلمين، وهلأ المسلمين والمسيحيين، بسبب جهلنا. نحن تمسكنا بالجهل. نحن بهمنا أنه نكون شخصية مخصية، يعني سيارات قدامك ووراك، وهي الصورة البشعة بدها برواز. كلمة الله واحدة شاملة، لا سدود فيها ولا سياجات. لا أحد منا يستطيع أن يمزقها أو يضع لها سدود وحدود. الله سر كبير بهالكلمة. الكتاب موجود، اقرأ أيها العربي. أيها الإنسان، لا تستطيع أن تقيم سداً واحداً ما بينك وبين أقل المخلوقات. وإذا توهمت العكس خدعت نفسك. الله خلق كل هالوجود، ما في فرق بيني وبين النملة. الله بيهتم فيها وبيهتم فيه، بس أنا أعطاني الحرية، سكن بقلبي بلب القلب. قال لي فيك تكوني من الضالين أو من العاقلين. نعم، إن نفس آدم ما يزال ينفخ فينا وفي الدنيا وفي جميع الأسرار، وقلب آدم ما يزال ينبض في قلوبنا. نعم، لا نفسي نفسي ولا بيتي بيتي، بل بيت الهرة والنملة والضعيف. فاحذروا السياج كلنا، أنا واحدة مع الواحد الأحد. فلا حياة لنا إلا من هذه الكلمة، الله وأنا النقطة. هل أنا هذا أنت وأنا وأنا النقطة. وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة الله، والله في الأنا.
يا طالب الوصال من سيد العلا، إن الوصال غال وما غلا حلا. كلنا على تواصل مستمر بس ما بنعرف. وقت اللي استنار بودا صار يضحك، قالوا له شو بيك عم تضحك؟ قال لهم كلكم نور من نور، بس أنا شايفكم أنتم مش شايفين حالكم. بالأم العربية بنقول كيف الحال بأمريكا، هاو دو يو دو، كيف العمل. وهيك صارت دبي منهد المدارس تنعمر أبراج، حفاة عراتنا تطاول في البنيان، هي عوراتنا. بيت من عنكبوت كتير على اللي بيموت. أضعف المخلوقات العنكبوتي خيمت على أقوى المخلوقات، ومعه أبو بكر، وخاف أبو بكر، قال له نحن مش اثنين يا أبو بكر، الثالث جمعنا. خذ الحكمة ولا يهمك من أي وعاء أتت، فالأواني تحجب المعاني. نحن بهمنا الأواني، ما فهمنا شيء من المعاني. بهمنا الكباية، بهمنا الصحن، بهمنا التياب والصرمية. مليون ومئتين ألف دولار فستانة، هذا سبب الفقر. جسدي هو مسجدي، وإذا لم أكن أنا الساجد أو الساجدة فلن أجد أي ساجد ولا أي معبد. أنا عمر كنيسة بأربعين مليون دولار، وفي بس واحد ونص مارونة، يعني مارونة بالجناو. خلق الخالق طرق بعدد ما خلق من خلق، بين كل نفس ونفس طريق، ما حدا يدلك على طريقك. انت القوي منا بالعصا، بعيسى، بس بدك عصا. كل نفس طريق الى الحق، وكل الدروب من القلوب الى القلوب، والا كانت بالمقلوب، كلها من الجيوب للجيوب. انا بس كنت اطلع من البيت وشاركت بزيارات ودعوات، بيقفوا كلنا للوطن، ما اوقف، يقولون هاي كذبة. كلنا للبطن بوقف، وتحت البطن بوقف، وكلنا للجيب، ايه وتحت الجيب، بس كلنا للوطن. جيب لي وطن، في انسان. بعدنا منصدق ومنوقف ومنزقف ومنقعد. صرتوا آلة بخدمة الآلة، ماشين، تكنولوجي، تقنيات. أنت أيها الإنسان سر الكائن والأكوان، أنت سر كن فيكون، هذا سر كن. To be or not to be، هل نكون أو لا نكون، هذا كتاب لكمال جملات، هل نكون. ما الفائدة من اللبس والثياب والأناقة ما دام العقل في إعاقة؟ فإذا اعقل وتوكل. شو هو العقل؟ مين عم يستعمله؟ هاي ما رح تنظروا، بس أنتوا حطوا نقطة. عم فتش على تي شيرت ما تكون بيضاء أو سوداء، تكون ملونة، واكتب عليها اللي بيطلع ببالي. بدي اكتب شبعنا حرا نقطوها من قدامه ومن ورا، وبدي امشي فيها بالأشرفية واجي فيها على التلفزيون. بسببنا الولاد الصغار، انت بتشوف الولد اوقات بياكل بيشرب البيبي تبعه اللي بيدوم عنا، بس الولد كيف يخاف تجي هيك الماما كاسه الرعبه يعمل البيبي وتصغي. هيدا علم واحد وصفر، ناين ستار كي روها الكتاب. قل لي ماذا تاكل اقول لك ماذا تجهل. انتبهوا انت شو بتاكل. نعم علينا ان نغير كلمه عاجل الى كلمه عادي. مثلا عادي حطوها، ما بقى تحطوا عاجل. انفجار في لبنان او اوقع ضحايا وجرحى، والسياسيون يستنكرون. ومين بده شنطه اكثر؟ وين بدك تصرفها؟ الحمار بده سترينج، بس انت بدك مليون سترينج. يا ريت في حمير مثل الناس وناس مثل الحمير. قال المحشش انا طفران ما بقدر ادفع باب السوبر ماركت، يقولوا ادفع بوش. الضمير العربي اغلى سعر لانه بعده جديد بالكرتونه ما استعمله. مشان هيك وقت رئيس الجمهوريه قال بامريكا وهون عم بيعملوا له عمليه، قالوا له طلعت رئيس جمهوريه امر، قالوا له يا خيي ما شلنا لك عقليتك دماغك، عم نقول لهم هي ما بده، ما بيشتغل برئاسة الجمهورية. حقيقة فكرنا الباشا، باشا طلع الباشا زلمة، شو بيقولوا له بيعمل؟ مأمور. قالوا له وين إسرائيل؟ عجوين حين
مش الحق على إسرائيل، الحق علي. كل واحد يقول أنا اللي قتلت. تلفن المحشش للطبيب قال له ما بقدر أجي لعند حكيم لأني مريض. مين منا مش مريض؟ بكل بيت في سرطان وبكل جسد. قال ميتشو كوشي وجورج وشاوة بالأربعينات بده يجي وقت انت عارف انه معك سرطان، انا مش عارفه وانا عم بخدمك وانت عم تخدمني. هلا السرطان صار شيء عادي يعني، بس ما قلنا له هيدي بالاول المرض ما بيتسمى. واجه الخوف، واجه السم، شو هو هالمرض؟ انا جبته وانا بشيله. فات من تمك، the cure is in the kitchen. بس تقول اخ فوت على المطبخ. الطب كتير تركت الطب، حالات مستعصية حطوا مينا دوبك حبت أكلاتي كتير. قلت لها نحن ما عندنا كتاب للطبخ، look and cook and throw the book. كلنا هلأ إذا بتشوفوا اللي عم بيرموه هالكيماويات هون بيطلع بلغم، كلنا عنا بلغم. كيف فينا نشيل البلغم؟ نعم محطوط على الموقع كل شيء بده تقرأ. مثل حلو كتير، محمد طلع على الجبل، الجبل ما اجى لعند محمد. انت بدك تروح تفتش. الام ام اس تو حقيقة. جيم هامبل، حط جيم هامبل $20 بتصح من السرطان. روح لعنده وببيتك بخمسة. ما لازم تروح لمطرح، لا تاخذ طيارة ولا تروح على أمريكا وفرنسا أوروبا وين ما رحت. اليوم كبسة زر بلا إنترنت، أحمر مني ما احترم للحمار، أبهل مني ما في، لا بعرف شو فيسبوك وفيسلوك وفيسلوك ماشي. تبعت لي إيميل، من إيميلك بعرف إشياء كثيرة. كيف عرفتي؟ من صوتك بعرف. فويس ثيرابي، نمبر ثيرابي، لاتر باور. You are not a number. Remember, you are a member. من إيميلاتكم. الإناء ينضح بما فيه. فإذن نقعد نقرأ. الكتاب خير جليس عندي. يا الله شو حلوة هالكلمة. ودعوا الأموات يدفنون بعضهم البعض. هي قال لإلي المسيح. وعلي قال أيها الحق لم تترك لي صديق. كذاب اللي لك صديق أنا. أنت كن صادق مع نفسك. هل كتاب صوموا تصحوا؟ نعم رح يكون بإيدين زينب ومهدي، هن من السودان ساكنين بالسعودية. أنا بلزق ستيكرز هيك وين ما كان بحط ستيكرز. ماذا نفعل؟ اعقل وتوكل، كن واعي. عندها فقط يمكنك أن تتعرف على وجود الجوع فيك، راقبه، كن شاهدا عليه، واجه ماذا سيحدث. كلما أصبحت أكثر وعياً على الشعور بالجوع، كلما أدركت مدى بعده عنك، وكلما كنت أقل وعياً، كلما تملكك الجوع أكثر فأكثر. إن لم تكن يقظاً سيكون شعورك أنا الجوع. مش بس تشموا الريحة ترقدوا وراء الريحة، لا. هون بدي أطلب طلب، وهذا من حقنا. اسمه غدي، لغتنا الخضرة. واحد تاني موقع جريدة تبعتوها كل يوم للناس اسمها لبنان ديبيت. دخيلكم استرونا، إذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا، ما تخبروا شو صار بهالفنانة وهالمشهور وهالمشهورة. الشهرة بهرة أولا، ولا تفضحوا الناس إن كانوا عرب وغير عرب. ما تفضح الإنسان إذا هو عمل غلطة بسببه. نحن حطينا الكبد ومن الكبد اجى الفلد. بس كل انسان يكون صادق. وقت اللي كان في مره هون وهون رجل دين، هي تحسده وهو يقول كم واحد فات لعندها اليوم؟ انا ما فيني فوت، صاروا 13. ماتت دفنها راعي وكلب وهو عملوا له وسام وكذا واجوا الشخصيات وهيك وهيك. هي قعدت بالجنة هو بجهنم. سألن ولو أنا عمرت كذا معبد وكنيسة وما فيني أحكي وعم تحطوني بجهنم.
قالوا له انت كنت تحسد او كنت تحسدك. الله قلب قلوب، وين نوايينا؟ مش قلب جيوب. لب الالباب، كوني صادقه. شرقوطه صادقه احلى من هيك، يلي كل نهار بيحط لك هالوعظات وهالفتاوى. علماؤنا شر علماء، منا تخرج الفتنه والينا تعود. لبقى تقول هيك، نحن انا السبب. شو عم بعمل كل يوم؟ وانوي فكري بلاقي كل الوقت بزنس بيركض نمر يطلع اكثر. شو عم تعمل فيهم؟ شو عم تعمل بهالمال؟ هيدا مال القوم، مال البترول للشعب العربي، بنعطيه مجانا لأمريكا اللي ما عندها ميل، عندها بس بتطبع ورق ومنعطيها الحق، وهي الـ FDA بتأثر بهالأمة العربية، ومنشكرها ومنمضي. انتبهوا لا تسبوا بحدا أبدا، لا بسب محبة إذا كانت صادقة منك لإله، وجها لوجه. العتب بينظف القلوب، مش من وراء، مش من غيبة. إذا واحد سب مريم كلنا منسب بمريم، إذا واحد شكر فيها بالشكر تدوم النعم. سبوني قد ما بدكم، لمسبي محبة، ولكن وجها لوجه. مشان هيك النصيحة فضيحة والفضيحة نصيحة إذا كانت بمحلها. هيدا هو الانتقال، بالانتقاد تحيا البلاد. وقت اللي بقلكم هيدي ما منيح خبزاتها وهوليك ما منيح هيك وهوليك كذابك، هيدي عم بقلكم الحقيقة. ما في شيء اسمه أورجانيك بلبنان وبالعالم. الفساد عم العالم، في أقل فساد بالجبال. بلبنان كله مضروب الأكل لأنه سببه الجيوب. فإذا أنت في حل، نعم اعمل وتوكل. وين الحل؟ بس تقول أخفض على المطبخ، عندك شوية ملح، غسل خضرتك بالملح وكل موسم لأنه أرخص شيء بيكون. وجبة بالنهار لقيمات. كون إنسان مش لسان. ما نعزم بعضنا على الأكل يا خيي، بل نعزم بعضنا على العقل. ما بدي أكل. أنا تهذب نفسك. كل واحد منا يقول حط قدامك الأكل اللي بتحبه طلع فيها. حقيقة مشتاق لها أو شهوة؟ شهوة بس. لا تشتهي، أشتهي اشتهي بس عن فهم وعن علم عن صدق. فإذا كل برامجنا وكل وسائل الإعلام سكروها، كل الجرايد والمجلات تخلي. أنت فوت بالخل. إذا ربي حب واحد من عباده الصالحين بيعزلوا عن الناس. هلأ وقت العزلة، هلأ وقت الزاوية. عم نفكر كم شخص نروح على كندا فانكوفر الطقس منيح، ويلي بده يتجنس قلوا لي الجنسية موجودة، بس ما بدنا نجنس مثل من زمان كنت اكتب ورقة وجنس الناس. لا، بدنا ناس يلي فيها تعيش بزاوية بجماعة ما فيها ميل. نزرع ومناكل. شوف كتير في جماعات كتاب اسمه كوميونز حول العالم، كتار منهم ما بيخدوا عرب وبنوع خاص مسلمي، بيكتبوا نو عربس، ما في عرب، ما في مسلمين، ما في حيوانات، ما في MSG بالأكل. للأسف بسببنا. رأيت الإسلام بلا مسلمين ورأيت مسلمين بلا إسلام. يا حبيبي كلمتك شو حلوة، ولكن نتعلم من الغلطات كلنا. ما يكون عندنا حقد، ما يكون عندنا غضب. ما بشتغل معهم، كل اللي تعاملت معهم أبدا منهم بفكري بس بقلبي. بس ما بتعامل معهم، بيجيني إيميل حط بلوك، ما بقرأ إيميلاتهم حتى. ما فيني إلكن، واحد كان من أشهر الحرامية ببيتي، كيف يسرق؟ ما فيني إلكن، شو شاطر بالسرقة. بيبعت لي إيميل ما بقرأ، بدي إنسان صاحب أخلاق. منه موجود. والإنسان بدون أخلاق ليس إنساناً على الإطلاق، على القليل يعرف إنه كذاب وحرامي. كيف في واحد يسرق عندي بالبيت؟ شفته، قلت له بس ما بيسرق، إذا في 200 دولار بيسرق 100. قلت له لا بقى تفوت خلاص، يعني قال له ليش عم بتنفخ اللبن؟ قال له كويني الحليب.
لو فاطمه سرقت بقطع لها ايدها. نكون صادقين حتى اذا كنت عم تكذب قول عم بكذب. مثل اللي قال لا انا بحب كثير اي بي سي دي اي اف جي بحطوا كلمات حلوه كثير. قلت له صحيح وين اي؟ قال لا اي ام كيدينج ام كذب عم بضحك عليك. هالصدق اللي بدنا اياه منه موجود الا فيك انت، انت بلش بحالك. هيدا الكتاب قد ما احكي عنه قليل. Your body never lies. هاليومين رح خبركم في كتير تلوث بالأجواء، ما فيني قلكم قديش في بلغم، والكلمة اللي بتشيل البلغم هي اللوتس. هيدي بذرة موجودة، وهون بطلب من رانيا عظام حدا حدك إلا أنا، شيلي كل بضاعتك من كل المحلات اللي فيها الطاقة، حطيها اطلعوا جيبوا من عند رانيا عظام بس، كل مطرح فيه هيك طاقة بدكم تفوتوا، البضاعة اللي عندها عم بتسوي صرت تتدون، وبس اخذ من بضاعتك من هيك محلات بيزيد البلغم عندك، عم بيزتوا اشياء بلغم كثير. Your body never lies، هون بتشوفوا كل الأسرار، ورح حط أسرار كثيرة ما عم بيسمحوا إنك تحطها ولكن بهالكتاب موجودة، كل الأسرار يلي بإجرينا بالضفير بالمانيجور والبيديجور ما بقى تعملوه. خلي الضفر ما يغرز فيك، خلي يطلع وتكون مربع، لأنه وقت الضفر عم بيغرز عم بيضرب كتير نقاط بحياتنا، بيصير عندك مرض الفجأة، بيصير عندك أمراض كتيرة. منين تعلمنا وخز الإبر؟ من النحل، وقت النحل عأصولة بس يومين ثلاثة قال ما بقى عندي وجع راس من حوالي 200 سنة. فتشوا بهالعلم لقيوا في نقط بالجسم، هالنقط بتروح بطريقة الصلاة، وقت اللي بتعرف كيف بتصلي الخمس صلوات بالخمس elements، بس بدون ما تعرف بس تعمل حركة جسم يلا أنا عم صلي أنا بحكيك، أو بالنقط. وينن 12 مسار، في ناس هلا عم بيجي عندهم 6 صبيع، رح تكون 12 قريبا. في 12 كوكب عم بيمشي بجسمنا، هال 12 كوكب 12 نهر بجسمك. انتبهوا شو عم نعمل بضفيرنا. ما تروحوا لعند المانيكير وبيديكير، انتوا قصوا. عم يقتلوا الجسد. الإجرين مهمين كثير، رح فرجيكم هالصور بالإجرين. نعم. انتبهوا شو بتلبسوا، إذا لبستي كعب عالي شو عم بيصير فيكي؟ لازم تلبسوا صرماية ما حدا يسمع طرطقتها، وتكون على الأرض. وقت اللي شافها لجاكلين كندي قال لي عندها هيك بإجرها، سألها قالت له إيه. صوفيا لورين فاتت على بيتها وما طلعت، وقال لها شو رح يصير فيك بجوزك وبولادك. كلن هودي اسرار بجسمكم تقعدوا بتقرون. نعم. الصرامه اللي عم تلبسوها وين عم تضربكم؟ كيف الصويع؟ كل السر لحوه بهالاجر وبهالاجر وعكس بعضهم تمام. كله الكبد، المعده، جول بلادر، مبوله، الكتاف، وهو العكس تمام. كله مشان هيك كانوا من زمان ياخذونا قياس اجرنا تيعملوا لنا صرميه، قياس اجري على صرميه اليمين واليسار. هلا الجلد، نحن عندنا 3 كلاوي، الكلوتين اللي بتعرفون والكلوي الثالثة هي الجلد، بس الكلاوي تمرض بصير عندنا جلدتنا مريضة فيها أمراض كثيرة، بتصيروا تروحوا تاخذوا أدوية وبتضربوها أكثر. انتبهوا
الألوان، بتلبسوا ألوان، الألوان بتغذيكم وهي اللي بتشيل الأمراض. شو اللون الأصفر، البيربل، الأبيض، الأزرق، ليش مدعو على الحجب الأبيض وهيك؟ ليش هون الجلد؟ شوفوا الوجه، كل هالنقط اللي بتشوفون تحت عينيكم، عشفافكم، عجبين هون الليفر، يا عاقد الحاجبين، هيدا الكبد. هاي الإجر من ورا هون، شو بصير بالركبة وهون وهون، هاي طاقة مهمة كتير بالركبة، حطوا إيدكم عليها قد ما فيكم. كتير مهم تقروا هالكتاب يا أخوتي، السر كبير. وميتشو قال لو ما محمد، لو ما الحبيب ما طلع هالكتاب، هو قال له لسلمان الفارسي دون علم الفراسة وإلا بيموت هالسر، والسر ما بيموت، لحوي فيك وبعيونك.